الحمد لله خلاص نمر الدنيا كده. يعطيكم العافية يا شباب، يعطيكم العافية. بعض الأطفال شفناهم أدمغتهم للأسف متفجرة برا. أنا قاعد بتعامل مع طفل وقدامي طفل تاني مش عارف أشوفه. طبعا لنا 12 يوم شغالين من اول الحرب، صراحه كل يوم بيمر علينا حالات صعبه، كل يوم حالات اصعب من اللي قبله. اغلب الحالات للاسف يعني كانوا اطفال بالدرجه الاولى، وبعدك بيجي نساء. السراير كلها مليئه، وكان في بعض الحالات للاسف يعني ما فيش اطباء كافيين يتعاملوا مع كل الحالات، يعني فيش طبيب، فيش عدد كافي من الاطباء بالنسبه لعدد الحالات اللي بتيجي. تمام، وما في اي يعني ايش بدنا نقول المعدات المستلزمات الطبيه. كيف الوضع معك؟ لا بعيد بعيد الحمد لله. تعدونا والله بشيلوا حمله كبيره عنا. كيف حالكم يا شباب؟ توكس كلهم الدرسنج باكس كلها ما فيش عندنا اي نقص. خليك تطلع بقول لك شايفي ليه؟ طبعا انا هينا بنحاول نرن على الاهل، ما فيش شبكه تقريه، يعني ما فيش مجال للتواصل صراحه. لما بنطلع انا اشغالنا الواحد بيقدرش يطمن على اهله او حاجه، لا يمكن الوصول بعطيك لانه الشبكات كلها ضاربه. صارت بعض الاطباء لقوا اهليهم من ضمن الشهداء اللي جايين والجرحى. طبعا ان شاء الله هذا شعور لا الله لا يكتبه احد. انت تكون رايح تستقبل حدا تلاقي اهلك من بينهم. اخر قصف يمكن كان في حمد، اجانا صراحه اغلب المصابين اللي اجوا كانوا اطفال. اجت بس 6 صبيه كان اطرافها مبتوره، اغلب اللي اجوا كانوا اطفال، وعدد الاطفال صراحه كان اكبر من عدد الاطباء اللي موجودين انهم يتعاملوا. فانا قاعد بتعامل مع طفل وقدامي طفل تاني مش عارف اشوفه. السراير ما كانش فيه وسع حتى نحط الاطفال على السراير، كان يعني الوضع صعب جدا صراحه. كيف حالك؟ ها؟ كيف حالك؟ انا ما بديش اغلبكم بعد هيك لانكم حتتغلبوا. يلا معلش. بعض الاطفال شفناهم ادمغتهم للاسف متفجره برا، تلاقي الدماغ برا. هذول مع الاسف ما بنقدر نعمل لهم اي شيء. في بدايه عملنا يعني كان في طاقه استيعابيه للمرضى، للاسف اليوم ما فيش اي طاقه استيعابيه. يابا سريعا بس عشان في ايدي شغل. ايش في؟ ليفوكس موجود في الغراض، موجود معك عندك في ليفوكس موجود.